السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواننا حالين في جميع أنحاء العالم وفي الوطن العربي وفي اليمن خاصة. أرحب بكم أجمل الترحيب في قناتكم قناة الجابر والنحل، القناة التعليمية. وكما أخبرناكم في الحلقات الماضية حول تربية الملكات، ما يزال في جعبتنا الكثير والكثير. في هذه الحلقة سنتحدث عن كمية الغذاء الملكي المناسب لكي نربي ملكات جيدة. فما الكمية المناسبة التي من خلالها نحصل على ملكة ذات مواصفات جيدة؟ كمية الغذاء الملكي الموجود داخل البيت الملكي كم تكون نسبته؟ وما فائدته؟ وكيف ينتج؟ من الذي ينتجه؟ الغذاء الملكي وفوائده المتعددة في إنتاج الملكات. محاضرة مميزة جدا للأستاذ الفاضل محمد الجراح من الأردن، فكونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي الأستاذ حسن حسين والإخوان جميعا. كما أسلفنا الذكر بأن الحديث عن موضوع تربية الملكات بتسجيل أو تسجيلين هذا يعني غير صحيح، لأن هذا الموضوع يجب إثراؤه بشكل صحيح. هذا يعني من وجهة نظري يجب الموضوع إثراؤه من كل زوايا. هذه لماذا قمنا بفعل هكذا حتى نحصل على النتيجة الفلانية، لماذا قمنا بالشيء الفلاني حتى نحصل بالنتيجة الفلانية، ولكن سيتم التطرق حاليا لبعض الأساسيات المتعلقة في تربية الملكات التي اعتبرها هي الأفضل من أي تربية ملكات أخرى، وذلك تبعا للنتائج التي حصل عليها وتبعا للمردود الذي تم أخذه من هذه الصناديق والمواصفات التي وصلت إليها والصفات التي أخذتها هذه الملكات كانت أفضل من أي سلالات أخرى. وهذا أتحدث به يعني بكل صراحة. يعني هناك من يتبع سلالة النحل الإيطالي الكرنيولي، لا نقول هذه السلالات رديئة، ولكن هناك سلالات أفضل منها بكثير بكثير جدا، وما تم عرضه عليكم يدل على ذلك. أولا أستاذ الفاضل حسن حسين، نأتي إلى العمر اليرقي للعذراء. هذا لا يوجد فيه أي خلاف بأن العذراء أو اليرقة عندما تأخذ الغذاء الكافي لها من العاملات المنزلية، النحل المنزلي، النحل الحاضن، وتكون هذه الإفرازات بشكل جيد وجرعة كافية، هذه تكون ملكة أفضل لعدة أسباب سيتم الحديث عليها إن شاء الله، أفضل من الملكات التي تربى في عمر يرقي كبير بعض الشيء، عندما يتجاوز عمرها 24 ساعة، 48 ساعة، 72 ساعة، هذه تكون ملكات نعم تعمل، نعم تواكب الخلية، نعم تكون ذات صفات جيدة، ولكن فقدت بعض الأمور الأساسية والمهمة التي يجب أن تتوافر فيها من حيث الغذاء الملكي، الإفرازات التي يجب أن تأخذها من هذه العاملات، وطبيعة الإفرازات، على ماذا نشطت هذه الإفرازات، هل هي نشطت على رحيق غبار طلع طبيعي، أم أنها تغذية مصنعة كالمحاليل السكرية أو ما يتم العمل عليه في إنتاج الغذاء الملكي مثل بلاد الصين أو البلاد الأوروبية. فهذا إن شاء الله سيتم تفصيله شيئا فشيئا. أيضا إخوان الكرام، في الدرجة الأولى هو يجب أن تكون، هذه من المسلمات، يجب أن تكون اليرقة صغيرة السن، و
يجب أن لا يتجاوز عمرها عن 12 ساعة، يعني من 6 8 ساعات 12 ساعة هذا جيد. أما من يقول تتجاوز 24 و18 ساعة، يعني هذا لم يتم تجربته. ولكن الأفضل أن لا يتجاوز عمرها عن 8 ساعات، وهذه مجربة، يعني أتحدث لكم عن تجربة ميدانية ومتابعة وليست لمرة ولا مرتين. كانت تفقس اليرقات ويتم الكشف عليها قبل 10 دقائق لم تكن في وضعية الفقس، يتم الكشف عليها بعد ساعة تكون فقست اليرقة وتكون موجودة أسفل قعر العين السداسية وتشاهد بشكل صغير جدا، مثل هذه الملكات التي تربى إخوان الكرام. الآن هذه اليرقة لماذا نقول هي أفضل من اليرقة التي عمرها 12 ساعة؟ لأنها ما زالت صغيرة السن، في ساعتها الأولى من حياتها النحل سيرعاها كملكة، ولن يرعاها النحل في الأول كعاملة ومن ثم يحول هذه الرعاية لملكة، حتى تكون الإفرازات المنتجة من النحل الحاضن لهذه اليرقة سواء من الغدة تحت بلعومية أو غدة الشفاه أو الشفهية أو الغدة الفكية، هي إفرازات كاملة. تكون هذه الأحماض والدهون أخذتها الملكة بالشكل الكافي والصحيح، لأن الغذاء يختلف من يوم إلى آخر ومن ساعة إلى أخرى تختلف هذه، هكذا أثبتت الدراسات العلمية. فلو قمنا بعين الاعتبار ومثال على ذلك، حضرنا ملكة على عمر 72 ساعة، 3 أيام عمرها من حيث الفقس، فقست وأصبح عمرها الآن كيرقة 3 أيام، وقمنا بإعطائها من الغذاء الملكي كميات كبيرة، لن تأخذ إلا كفايتها، أبدا لن تأخذه. أيضا الأولى أن يتم تغذيتها على الغذاء الملكي المفرز أصلا من العاملات في الساعات الأولى لكي تأخذ الجرعة المناسبة والصحيحة وفي الوقت المناسب، لأنه لا يجوز أن تعطيها غذاء اليوم الثاني وهي ما زالت في اليوم الأول، ولا يجوز إعطائها الغذاء الذي أعطيت فيه اليوم الثالث في اليوم الأول. لماذا؟ لأن هناك سيكون في اختلافات في التركيب لهذه الملكة. أيضا أستاذ حسن حسين والإخوان جميعا، لوحظ بأن الملكات التي تغذى طبيعيا على الرحيق وحبوب اللقاح التي يحضرها النحل من المرعى تكون أفضل من الملكات التي يتم تغذيتها بالمحلول السكري. وفي حال عدم وجود مرعى لا يكفي للتغذية هذه اليرقات، يتم إضافة العسل الحر الذي أصله من الرحيق لتغذية هذه اليرقات، بالإضافة إلى خبز النحل الذي قام النحل بجمعه هو من المرعى. ولا يجوز أن يتم تقديم بديل حبوب اللقاح، منهم من يقوم بتقديم حبوب اللقاح الصيني، فول الصويا وما شابه ذلك، منهم من يقوم بتقديم دقيق الذرة، ومنهم من يقوم بتقديم العجائن التي يضاف إليها مثل خميرة البيرة أو خميرة الخبز وما شابه ذلك حتى يرفع نسبة البروتين. هذا شيء لا أصل له في تربية الملكات. نعم ربما بعض النحالين يكون مضطر إلى ذلك ويقوم بتقديم هذا الشيء، هذا مضطر، الضرورة تحل المحظور شرعا، ولكن في الأصل وفي تربية الملكات الصحيحة والسليمة يجب أن تتغذى هذه اليرقة على حبوب لقاح من المرعى نقية نظيفة خالية من المواد الكيماوية والمبيدات الحشرية. الشيء الثاني، الرحيق يجب أن يكون مجني من المرعى، رحيق أورجينك صافي، لا يوجد فيه ملوثات، لا يوجد فيه مبيدات حشرية، ويتم تغذية هذه اليرقات من قبل العاملات بشيء طبيعي وليس بشيء إن صح التعبير مصنع كالمحلول السكري، بغض النظر ماذا يسمى هذا المحلول السكري، سكر مائدة، سكر محول، عجينة، بغض النظر،
يجب أن تكون التغذية طبيعية 100% وخالية من الملوثات، هذا بالدرجة الأساسية وهو لبنة أساسية في تربية الملكات. نأتي سيد الفاضل إلى موضوع حجم الملكة، هل هو تمتاز هذه الملكات بكبر الحجم أم في صغر الحجم؟ لا أختلف معك فيما تفضلت فيه، ولكن حتى نكون واضحين بالقول بأن الحجم في الدرجة الأولى هو يتبع إلى السلالة، إذا كانت هذه السلالة تمتاز في صغر الحجم ربما إدرار الغدد ربما سينفعها في تفرعات المبايض وتصل كما تفضلت إلى الحد الأعلى إلى هذه القنوات، نعم هذا ينفعها وأكيد، وربما ينفعها بعض الشيء بأن تكتسب تكون قوية، قوية البنية تكون إفرازاتها قوية نتيجة تغذيتها على هذه الإفرازات الغددية. الآن موضوع الحجم، أن هذه الملكة على فرض لو قمنا بأخذ مثال بضرب مثال بأن ملكة سلالة هذه الملكة، الملكة لا تتجاوز 2 سنتيمتر وهذه الملكة حجمها بالوضع الطبيعي تصل إلى 5 سنتيمتر، هذا مثال. هذه الملكة التي تعود في الأصول التي لا تتجاوز طولها 2 سنتيمتر ربما عندما يتم تغذيتها بشكل صحيح من الساعات الأولى ولحين فقسها ربما سيزيد بعض الشيء في الحجم، ربما يزيد بوصات يعني تصل إلى 2 سنتيمتر و3 ملي 2 سنتيمتر و2 ملي ولكن لن تصل إلى 5 سنتيمتر. لماذا؟ لأن هذه الصفات التي فيها المتواجدة فيها من حيث الكبر الحجم هي صفات سائدة تسود على المكتسبة، فإذا كانت هذه الملكة في الأصل تمتاز بكبر الحجم ستبقى كبيرة الحجم، وإن تم الإهمال بها بعض الشيء ربما تصغر بعض البوصات أو المليمترات ولكن ستبقى محافظة على حجمها. إذن الغذاء الملكي لن يزيد مرة واحدة في الحجم، ربما مرة بعد مرة مرة بعد مرة بعد التهجين بعد إدخال سلالات جديدة بعد مدة التقاطعات ما بين الذكور بعد اكتساب صفات ربما سيزيد في حجم هذه الملكة أو العذراء، ولكن لن يكون في المرة الأولى من عملية الغذاء الملكي. نعم الغذاء الملكي سيعزز قوتها سيعزز مناعتها سيعزز بنيتها سيعزز فرموناتها سيعزز تفرعات القنوات في رحمها، ولكن لن يزيد في الحجم، الحجم هذا يتبع في الأصل إلى السلالة. ومثال على ذلك أستاذنا الفاضل بأنه نشاهد بعض الحيوانات بأنها تمتاز، مثلا الخيول، هناك الخيول سلالة الثوربريد تمتاز بالحجم الكبير، وهناك سلالة الخيول البني، البني هي مقزمة صغيرة جدا. إذا قلنا بأن هذا الخيل أو هذا الحصان أخذ الحليب من هذه الأنثى للثوربريد يعني حصان من فصيلة البني أخذ الحليب من فصيلة الثوربريد سيزيد بالحجم؟ لا، هذا أخذ غذاء إفرازات، هذه تعزز من قوته نعم ولكن لن تزيد في حجمه، ربما سيصبح سمينا بعض الشيء، ربما ستكون بنيته قوية بعض الشيء ولكن لن يكبر الحجم مرة واحدة، ربما لو تم التهجين من هذه السلالة وإدخالها إلى هذه السلالة والعكس صحيح ربما تكون أفادت هذه الخيول الصغيرة بكبر الحجم أو في صغره. فإذا أستاذ الفاضل موضوع التغذية هو كما تفضلت بأنه يجب أن تتغذى اليرقة على عمر صغير
وكما وصفها الدكتور عبد الرحمن بخمسي حفظه الله بأن هذه التغذية هي حليب النحل. فإذا أخذت هذه اليرقات الغذاء الملكي من الساعات الأولى، نعم سيزيد في تعدد القنوات، سيزيد في قوة الملكة، سيزيد في نشاطها، سيزيد في سيطرتها، قوة هرموناتها. ولكن بخصوص الحجم، هو في الأصل يتبع إلى السلالة. الموضوع الأهم من ذلك أستاذ حسن حسين والإخوان جميعا، وهي تعتبر قمت بالتطرق إليه سابقا، ولن أقوم بالتطرق إليه لضيق الوقت. هناك بعض الفنيات أستاذ حسن حسين هي تحافظ على حجم النحلة الملكة، عفوا تحافظ على حجمها من حيث التربية، وهناك فنيات أو سوء إدارة لا تحافظ على هذه الملكات. فالتربية لها دور كبير، أيضا إدارة المنحل لها دور أكبر، والفنيات التي يقوم بالتعامل بها النحال والمنهجية التي يتبعها هي التي تعطي بأن هذه الملكات أو النحل أو الذكور جيدة أم لا. وهي كثيرة جدا، منها التغذية، منها المراعي، منها العلاجات التي يقدمها النحال، منها الوقاية التي يقوم بها، منها المراعي، الملوثات، المبيدات الحشرية، طريقة الكشف. هذه كلها تساعد في إنتاجية جيدة أو غير جيدة. وكما تفضلت أستاذنا الغالي بأن موضوع الفاروة هو موضوع يردد على كل لسان، وجدت في اليوم الفلاني. طبعا يا أخي الكريم، ما هو الحل؟ ما هو الحل؟ وقمت بمناقشة أحد الإخوان أتوقع بسنة 2019 على عشاق النحل، عشاق النحل في العالم 4، واتفقت معه في رأي. ومن خلال تجربتي يعني على النحل، يعني وجدت بأن الفاروة هي علاجها سهل جدا، والتخلص منها سهل جدا، ولكن تحتاج إلى ديمومة في العمل، ومصروف يعني يصل بعض الشيء أعلى قليلا. وعلاجها إخوان الكرام، حتى نكون إن شاء الله يكتب لنا الأجر فيها، إخواني، علاج الفاروة يجب أن تكون الصناديق محكمة الغلق، كتيمة لا يوجد فيها أي فتحات. منهم من يتحدث عن موضوع فتحات التهوي، صناديق النحل فيها فتحات تهوي، هذا أكبر خطأ إخوان الكرام، لا تقع فيه. علاج الفاروة أولا صندوق كتيم، صندوق لا تقل سماكته عن 5 سنتي، معزول الأغطية الخارجية والأرضية. الشيء الثالث، يجب تجديد الإطارات، لا يجب أن يكون هناك إطارات مائلة إلى اللون البني أبدا. الملكة يجب أن لا تتوالد في الإطار أكثر من 3 مرات، أول مرة والثاني والثالث يتم رفع الإطار، يفقس النحل ويتم التخلص من هذا الإطار. أي بما معنى بأن هذه الخلية يبقى لديها الشمع الطبيعي النظيف والجديد وليس المستعمل. هذا أفضل علاج للفاروة، وجربتها على 10 خلايا، الخلايا التي جددت باستمرار الإطارات لها كانت لا أقول خالية بل 99% خالية من الفاروة، والإطارات التي في منطقة ثانية لم يتم تجديدها كانت عبارة عن أعشاش للفاروة. منهم من يقول الفاروة بأنها أتت من خارج الخلية، ومنهم من يقول بأنها جاءت من الزهور. هي تنتقل نعم، ولكن لو تحدث بما شاهدته ليقال هذا الأخ مجنون، وربما أوصف وتشن ضدي الاتهامات، ويشن علي حربا لما سأتحدثه، ولكن أحتفظ فيه لنفسي. ولكن أقول لكم، وكل شيء سطى عليه من جنسه حتى الحديد سطى عليه المبرد. يعني هذه للعقلاء يتفكرون بهذا مقطع الشعر. ولكن إخوان الكرام، هناك الفنيات هي التي تحدد مصير هذا النحال ومصير هذا النحل، هل هو جيد أم غير جيد. وأعتذر منكم إخواني على الإطالة، ربما هو الموضوع أعمق
مما تحدثنا فيه في تسجيلين أو ثلاث، وهو يحتاج إلى شرح أطول. وهناك بعض الخفايا يعني هي شرحت أصلا، ولكن البعض لا 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 يقوم بالعمل بها. ولكن هذه مداخلة على ما تفضل فيه الأستاذ الكبير حسن حسين حفظه الله وأطال الله في عمره وجزاه الله كل الخير عن هذه الجهود التي يقدمها، وأن يكون ذلك في ميزان حسناته إلى يوم الدين. أكرر منكم اعتذاري إخوان الكرام على هذه الإطالة، وإن شاء الله في قادم الأيام يعني سيتم تفصيل كل شيء يعني بشكل دقيق. ونتمنى من الإخوان أن يكونوا متابعين لهذه التفصيلات، لأنه صدقا إخوان صدقا ما يطرح في المناقشات له فائدة كبيرة جدا، ولا توجد مجموعات يعني تتحدث بمواضيع علمية بحتة، يعني قليلة جدا، منها مدرسة الدكتور عبد الرحمن بخمسة، وهذه المجموعة، وأيضا هو الدكتور عبد الرحمن بخمسة موجود معنا، وهناك أساتذة فضلاء أجلاء موجودين يعني يطرح الموضوع من ناحية علمية وعملية بحتة ومجربة ومدونة وتستند على قاعدة علمية. فنتمنى منكم إخوان الكرام الاستماع لكل ما يطرح حول تربية النحل، لأنه ربما كلمة واحدة تغير لديك مفهوم كامل، وكلمة واحدة تغير لديك تجربة كاملة أو تستفيد منها في تجربة كاملة. حياكم الله إخوان الكرام، وبارك الله فيكم جميعا، وجزاكم الله كل الخير.